السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم عن موضوع رسم القطع الناقص الإليبس بطريقة المراكز الأربعة، اللي هو العملية رقم 21 في العمليات الهندسية. رسم القطع الناقص بطريقة المراكز الأربعة. المعلوم عندنا المحور الكبير اللي هو الـ AB، اللي هو هذا المحور، المحور الكبير. نعرف احنا الإليبس في محورين، محور كبير اللي هو هذا، والمحور الصغير اللي هو C دي. فهنا المحور الكبير اي بي والمحور الصغير سي دي راح يكونوا معلومين. في بداية راح نرسم المحورين اي بي، هذا الاي والبي، نرسم محاور. بعدها نجي نرسم من المركز او قوس بنصف قطر او اي، يعني من هذا المركز الى النقطة اي، ونفتح الفرجال في الفتحة هذه. راح يكون امتداد المه للسي، من هذا الامتداد على طوله يتقاطع ويا السي. نجي نركز الفرجال بالسي ونفتح الفرجال بفتحة من السي إلى الآن، وندور الفرجال بهالطريقة هذه، حصل على النقطة M. هذه النقطة M، هسه حصلنا على النقطة M. نجي شو نسوي هسه؟ ننصف هذه القطعة. بس هذا بعد الآن خارج حساباتنا، من السي للآن خارج حساباتنا. عندنا المستقيم AM ننصفه بطريقة التنصيف. نفتح الفرجال نركز في M، ونفتح الفرجال بفتحة أكثر من النصف، ونسحب قوس هنا وقوس هنا. بعدها ندور الفرجال مالتنا نركز في النقطة A، وأيضا نرسم هذه وهذه بنفس الفتحة من غير الفتحة، راح يتقاطعون عندي. نجي نوصل هذه النقطة مع هذه النقطة، هذه النقاط اللي حصلناها نقاط تقاطع بين قوسين، نوصل بين هذه النقطة وهذه النقطة على امتداد الخط O دي، اللي هو تكملة المحور الصغير. راح نحصل على مركز. فحصلنا هسه على المراكز الأربعة، تقريبا هسه 80% من الإليبس كمل عندي. شلون؟ هذا راح يكون عندي المركز الأول، البؤرة الأولى، هذه البؤرة الثانية، وهذا نرسم به هذا القوس الكبير، هذا المركز، وهذا نرسم به قوس الكبير اللي هو راح يكون هذا المركز مالتي. عملية نقل المراكز، هسه أنا هذا المركز حصلته بالبداية عن طريق التنصيف، هذا هو اللي راح يمر هنا يقطع المحور الكبير. هذا شو يصير عندي؟ يصير عندي المركز الأول اللي هو راح نرسم به هذا القوس، أوكي؟ وهذا المركز راح يكون عندي شنو؟ المركز الكبير اللي هو نرسم به هذا القوس الأكبر. هذا القوس، أنا عندي قوسين، يعني قوس صغير وقوس كبير. فهذا المركز نرسم به هذا القوس الكبير، هذا المركز نرسم به القوس الصغير. طبعا المركزين حصلتهم منين؟ من هذه الجهة، من نقطة تقاطع الخط المستقيم مع المحور الكبير ومع المحور الصغير. خلينا نجي نطبقهم ونشوف. ها، قبل لا انسى، عملية نقل المحاور. حصلنا هسه احنا هذا المركز وهذا المركز، الجهة المقابلة هنا المركز هذا وهذا المركز، شلون احصلهم؟ اجي اركز الفرجال من هذه الفتحة من المركز O إلى النقطة A، حصلت على هذه المسافة، هذه المسافة. أجي أركز الفرجال، أنقل هذه الفتحة اللي أخذتها، أخلي الفرجال هنا أركز في النقطة B، وأسحب القوس هذا، أرسم القوس هنا. راح نقطة التقاطع راح تمثل لي المركز الصغير اللي هو O1 اللي نرسم به القوس الصغير. هذا المركز شلون أرسمه؟ راح ايضا انقله بالفرجال. الفرجال طبعا يفيدنا في نقل القياسات ونقل المراكز بالطريقة هذه. اجي افتح الفرجال من O من النقطة O الى الـ O2 اللي يتمثل المركز القوس الكبير، وادور الفرجال مالتي بنفس الفتحة اللي فتحتها بين الـ O والـ O2، ارسم بالفتحة الـ O والـ O2 بالنسبة للاعلى. نقطة التقاطع مع هذا الخط هي راح تمثل لي مركز القوس الكبير هذا. خليني نجي نطبقه عملي. هسه أول شيء قلنا نجي نرسم محاور. خلينا نفترض أنه الـ AB 120 والـ CD 80، راح نجي نرسم هذا القوس. خلينا نرسمهم باللون الأحمر. راح يصير عندي من الصفر
عفوا. من صفر إلى 120. أوليش نضيق نفسنا هسه، نرسم نحاول بالمنتصف حتى ما نضايق نفسنا إلى 120. ترسم المحور الثاني، تخلي التي سكوير مالتك والمثلث يكون عمود عليها حتى تضمن الاستقامة الخط. هنا تطلع عندي الزاوية 90 لأن المسطرة 100. نجي نخلي وين على 60، هذا 60 نرسم القوس الصغير اللي هو قلنا 80 من الصفر إلى 80. بس هذه المسطرة نغلقها طيب. هسه خلينا نشوف هاي النقاط، قلنا هذه نفس هذه النقطة هاي وهذه النقطة بي، عندي هذه النقطة سي نخليها هنا وهذه النقطة دي. هسه قلنا شو نسوي بعدها، نجيب الفرجال مالتنا ونفتح الفتحة من A فتحة تكون مساوية من الصفر من المركز ال O إلى A. هسه ترسم هذا الخط مالتك، خلينا نخليه باللون الأخضر حتى نميزهم. هذا الخط اللي حصلناه، نيجي هسه نكمل الخط هذا على امتداده حتى نحصل على النقطة. أيضا باللون الأخضر سوى الخط رسمناه. نجي نوصل بين المركز عفوا بين النقطة A والنقطة C. خلينا نخلي اللون الأزرق طيب. خلينا نوصل بين ال A طيب. هسه نجي نفتح الفرجال بالفتحة من النقطة سي إلى هذه النقطة التقاطع اللي هي سميناها N، نتذكر N هذا القطن النقطة N، وندور الفرجال إذن هذه النقطة السي موجودة، نقطة التقاطع هي النقطة N.
شو اللي راح نصفه؟ راح نصف النقطة اي ام، خلينا نثبت النقطة ام. هسه عندك النقطة M ثبتت، تمام. أجي هسه أفتح الفرجال قلنا بفتحة أكبر من النصف، تحاول تخلي خارج هذا القوس. نرسم هذا الخط وندورها باتجاه الآخر ونرسم هذا الخط. بعدها نجي بهالاتجاه هذا، نركز عند النقطة A وبنفس فتحة الفرجال أجي أكمل على هذا. وصلنا على هذه النقطتين، الآن نرسم خط يقطع هذه النقطة وهذه النقطة ويقطع هذا الخط اللي هو سي دي المحور الصغير. خلينا نجي نرسم هذا الخط، خلينا نسوي باللون الأزرق. نمشي تكون عندك نقاط تقاطع صحيحة. نجي هسه هذا الخط نسوي على امتداده، ونرسم الخط المكمل اللي مثل هذا، خليه باللون الأخضر. لا على التاني الطول مالته. إذا هسه حصلنا على المركز الأول، هسه عندنا المركز الأساسي سميناه O اللي هو هذا الـ O، والمركز الأول راح أسميه بالأرقام مو مثل ما بالكتاب O1 O حتى ما ندوخ بهن. هذا رقم واحد، مقابله راح يكون رقم اثنين. هسه أجيك شلون نطلع رقم اثنين. هذا رقم 3 وهذا رقم 4 سيرنا، فهذا المركز الثالث، أو خلينا نسمي هذا 3 هنا وهذا 2 ماكو مشكلة، ورقم 4 راح يكون عندي بالأعلى. نجي ننقل المراكز مثل ما قلنا، هسه لازم شنو ننقل المراكز. المراكز شلون انقلها؟ مثل ما قلنا بالفرجال، خلينا نشوف شلون ننقلها. تجيب الفرجال مالتك وتركز يا اما من هذه النقطة اي الى المركز. المهم انت تاخذ فتحة فرجال مساوية لهذا المقدار بشكل عام. اخلي الفرجال مالتي في النقطة بي حتى اضمن المسافة البعد بين الاي والمركز الاول اللي هو رقم واحد مساوي للبعد بين النقطة بي والمركز الثالث. من هذا هنا راح يكون عندي المركز الثالث، بس تمام. هذا حصلت على المركز الثالث. نجي إلمه، نجي نقل هذا المركز مالتنا اللي هو رقم اثنين. أركز الفرجال بهذه النقطة وأفتح فتحة بمقدار من الأو إلى المركز رقم اثنين اللي هي هذي، وهذا المركز تمام.
دورك الاتجاه هذا تحصل على نقطة التقاطع اللي هو هذا. هسه صار عندي رقم 4 مركز. طيب بس شنو نسوي؟ هسه حصلنا على 4 مراكز، اللي هي المركز الأول، هذا المركز الأول لرسم القوس الصغير، وهذا المركز الثاني لرسم القوس الصغير، وهذا المركز الأول لرسم القوس الكبير، وهذا المركز الثاني لرسم القوس من الأسفل، القوس الكبير. نيجي هسه نرسم الأقواس مالتنا. خلينا نختار اللون الأسود للفرجان، نرسم البيضة. أفتح الفرجان بفتحة وبدرها من المركز الأول إلى النقطة. سهل. أوكي تمام. ننتقل إلى النقطة بي، عفوا إلى المركز رقم 3. بحصل المركز أيضا، نرسمها القوس اللي هو القوس الصغير. انتقل إلى المركز رقم 4 وأفتح بفتحة مقدارها من المركز الرابع، المركز رقم 4 إلى دي. مثل ما نشوف هنا هسه إلى النقطة دي لرسم القوس الكبير. تمام. دور الفرجة المنطق. ها عندنا شوي زيادة هنا. حركة صايرة عندي بالمركز. ونرسم قوس من الجهة الأخرى. نركز بالنقطة رقم 2 وندور الفرجان بهذه الطريقة. وبذلك نكون قد حصلنا على الإليبس. مثل ما نشوف هسه هذه العمليات وصلنا الإليبس. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.